بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم سؤال أهل الذكر. حلقتنا هذه الليلة نتحدث فيها عن زكاة الفطر، وضيفنا هو فضيلة الشيخ العلامة سعيد بن مبروك القنوبي، المستشار العلمي بمكتب المفتي العام فضيلة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أرقامنا التي تستطيعون المشاركة بها في البرنامج تظهر على الشاشة بين الفينة والأخرى، كما يمكنكم المشاركة بإرسال أسئلتكم على الموقع oman-tv.gov.om. فضيلة الشيخ، نبدأ في الحديث عن زكاة الفطر. نود منكم أن تعرفونا عن معنى زكاة الفطر والحكمة من مشروعيتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن زكاة الفطر هي صاع من طعام يخرجه القادر عليه إلى الفقراء والمساكين. هذا معنى زكاة الفطر، ولست بحاجة إلى تعريف معنى الزكاة ومعنى الفطر في هذا المقام، لأننا نتحدث عن الأمور الشرعية. والذي أريد أن أنبه عليه أن معنى الكلمات التي تأتي في الشرع أخص في الشريعة منها في اللغة، فالزكاة في اللغة أعم من الزكاة في الشرع، وهكذا الصلاة وهكذا الصيام، إلا الإيمان فإنه في الشرع أعم. هذا الذي أود أن أنبه عليه مخافة أن يكون قد التبس على بعض الناس. أما زكاة الفطر فهي ما ذكرته، وشرعت طعمة للفقراء وتطهير للصائم من الرفث، وإلا فإنها تجب على الصغير الذي لم يصم أصلا، أو أن الصيام لا يجب عليه أصلا، وكذلك على المرأة النفساء مثلا التي لم تصم يوما من شهر رمضان، وهكذا. فعندما جاء بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا على الغالب، وإلا فإنها واجبة على كل أحد من المسلمين، فهي واجبة على الرجل والمرأة، وواجبة على الكبير والصغير، وواجبة على الحر والعبد، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. طيب شيخ، ذكرتم بأنها صاع، الصاع كم مقداره الآن شيخ بالمقاييس العصرية؟ أولا قبل كل شيء، هي فريضة واجبة، أعني زكاة الفطر، من الأمور التي لا ينبغي التفريط بها بحال. وكان كثير من الناس ولا سيما من سكان البوادي لا يعرفون عنها شيئا، فينبغي أن ينبه عليها مثلا في خطب الجمعة وفي غير ذلك. وقد ورد الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على فرضيتها، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فهو حديث صحيح ثابت ونص صريح لا يقبل التأويل. وقول بعضهم بأنه منسوخ، ولعلهم أخذوا ذلك من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، هذا لا نسخ فيه. ذلك لأن معنى السنة في لسان الشرع في لسان الشارع وفي لسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا جاءت على لسان أحد منهم تختلف عن المصطلح عليه بين الفقهاء. فنجد الفقهاء مثلا يقولون فريضة الظهر ويقولون سنة الظهر، فالسنة تقابل الفريضة،
وأما السنة في الشرع فهي بخلاف ذلك، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يعني هذا بأن من رغب عن السنن التي تقابل الفرائض، كلا، هذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه. فإذا ليس هنالك ناسخ وليس هنالك منسوخ، بل هي فريضة واجبة وسنة تدل على أن ذلك مشروع على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصاع كيل، والكيلو وزن، ولذلك التحديد فيه شيء من الصعوبة. والصاع يساوي بالكيلو جرامات العصرية، كيلوين وأربعة وثمانية وأربعين جراما، كيلوين وثمانية وأربعين جراما من البر. أما بالنسبة إلى غيره، إلى غير البر، فإنه يختلف، قد يكون أقل وقد يكون أكثر. وقد ذكر بعضهم بأنه يساوي من الأرز صاع كيلوين ومئة جرام، ولا أدري هل هذا صحيح أو لا. ثم إن الأرز أيضا يختلف، بعضه كبير وبعضه صغير، فإذا احتاط الإنسان لدينه وأخرج كيلوين ومئة جرام من الأرز فذلك أسلم وأحوط، لأن بعضهم يقول بأنه قاس ذلك ووجده هكذا. نعم. يزيد على البر قليلا. طيب شيخ، هل هناك أصناف أخرى يمكن أن تخرج زكاة الفطر كغير البر والأرز؟ من المعلوم بأنه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تخرج من البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، والأقط طعام يصنع من مخيض اللبن، وهذا ثم ينشف، وهذا كان عند أهل البادية، لكن هذا الآن لا يستعمل، الناس لا يستعملون الأقط، وما داموا لا يستعمله في زكاة الفطر. وكذلك في كثير من البلدان لا يستعمل الشعير كطعام، وما دام الأمر كذلك ففي تلك البلدان التي لا يستخدم فيها ذلك لا يصح إخراجه. ليست العبرة بأنه ورد في الحديث هكذا، وإنما العبرة أنه قد جاء صاع من طعام، وجاء كان طعامهم، ثم ذكر الأصناف، فكان طعامهم هكذا، فكل ما يستخدم طعاما في ذلك البلد سواء جاء في الحديث عن ذكره في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو لم يأتي ذكره فيجوز إخراجه. وكل ما لا يطعم لا يوكل في ذلك البلد لا يجوز، لا يصح إخراجه، سواء جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي، لأنه نص من طعام ونص بأن طعامهم كان كذا، وما دام الأمر كذلك فلا بد من أن يكون يستعمل ذلك. فهل يمكن أن يأتي الآن شخص بأقط ويوزعه على الفقراء والمساكين وهم لا يستعملون ذلك؟ وكذلك بالنسبة إلى الشعير في كثير من البلدان لا يأكلون ذلك، هذا مخالف للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والأرز مثلا لم يأتي ذكره في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس يستخدمونه بكثرة في بلادنا الشرقية فيصح إخراجه. وهكذا كما ذكرت بالعبارة العامة، كل ما كان طعاما فإنه يصح إخراجه. طيب شيخ، إخراج القيمة هل يصح؟ إخراج القيمة فيه خلاف ونزاع مشهور بين أهل العلم من زمن قديم، بعضهم يقول يجزي ذلك وبعضهم يقول لا يجزي ذلك، والقول بعدم الإجزاء هو القول الصحيح فيما يظهر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين الطعام ولم يعين القيمة، مع أن القيمة كانت موجودة، وفي مع ذلك فإن فيه السلامة من الوقوع في المحظور، لأن زكاة الفطر واجبة بنص الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخرج الطعام فقد أخرج ما جاء به الحديث
ومن أخرج القيمة فإنه على احتمال، وينبغي للإنسان أن يستبري لدينه وأن يحتاط له، والله أعلم. طيب شيخ، هناك بعض البلدان يقوم فيها مجموعة من الشباب بجمع المبالغ وشراء الأرز، فإذا ما أعطاهم الشخص القيمة وهم يشترون الأرز ويخرجونه في وقته المحدد، هم بمثابة الوكيل. نعم. له لا بأس بذلك، هو كأنه أخرج الأرز لأنه دفع إليهم القيمة على أن يقوموا بشراء الأرز أو البر مثلا ويدفعون ذلك، هو وكلهم. أما لو أعطاهم قال لهم هذه زكاتي ثم هم يتصرفون فالأمر يختلف، لكن يعطيهم تلك المبالغ على أن يشتروا بها أرزا مثلا ثم يدفعون ذلك للفقراء، فهذا لا بأس به. نعم. طيب شيخ، إذا كان الشخص، أما أن يعطيهم أن يوزعوا القيمة ثم هم يتصرفون بعد ذلك فهذا لا، هو أخرجها كذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. طيب إذا كان الشخص يملك أقل من الصاع فهل يخرجه؟ إذا كان الشخص يملك أقل من الصاع، يملك مثلا نصف صاع، فقد اختلف العلماء في ذلك، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يخرجه، ذلك لأن زكاة الفطر صاع من طعام بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى وصحبه صلى الله عليه وسلم. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يخرجه لأنه يفعل ما استطاع عليه، وهو مستطيع على إخراج نصف صاع أو أكثر أو أقل من ذلك. ومثل هذه المسألة، ما من وجد ماء قليلا لا يكفيه للوضوء، هل يتوضأ بذلك الماء الذي وجده لبعض الأعضاء ثم يتيمم للبقية الباقية، أو أنه يتيمم ولا يتوضأ رأسا، أو أنه يتوضأ لما أمكنه ولا يتيمم؟ ولا شك بأن الصحيح أنه يتوضأ لما أمكنه ثم يتيمم للبقية الباقية. وعليه نقول فإن الصحيح في مسألتنا هذه أيضا أنه يخرج ما عنده ولو كان أقل من الصاع، ولا شيء عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب شيخ، هل يجوز إخراج يعني نصف صاع من جنس وإخراج نصف صاع آخر من جنس آخر؟ هذه المسألة مختلف فيها، لكن جاء في الحال بين أهل العلم، منهم من يقول بجواز ذلك ومنهم من يمنع ذلك، لكن جاء في الحديث صاع من كذا أو صاع من كذا أو صاع من كذا، فإذا كان الشخص واجدا للصاع من نوع الفلاني فإنه يخرج ذلك وليحتط لأمر دينه. أما إن كان لا يجد إلا نصف صاع من كذا ونصف صاع من كذا ولا يجد زيادة على ذلك، ففي هذه الحالة يمكنه أن يأخذ، أو في هذه الحالة يأخذ بذلك الرأي. أما إذا كان واجدا للصاع من نوع من الأنواع فلا يخرج إلا صاعا من نوع واحد. نعم. طيب شيخ، نأتي للحديث عن باقي أحكام الزكاة، ولكن بعد هذه المكالمات. الأخ ماجد الجهضمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أخ ماجد. لدي سؤالا في الزكاة. تفضل. زكاة الفطر؟ لا، ما زكاة الفطر. تفضل. زكاة الأموال. نعم. السؤال الأول، امرأة وجبت زكاة مالها بتاريخ 10 صفر تقريبا، لكنها أخذت تخرج زكاتها في 27 رمضان جهلا منها وأيضا رغبة في الأجر والثواب. طيب، واضح السؤال. واستمرت على ذلك قرابة 5 سنوات تقريبا. الآن أخبرت بضرورة إخراج الزكاة في وقتها المخصص له 10 صفر. الآن كيف تتصرف هذه المرة؟ هل تخرج طيب في 27 رمضان أم تخرج في؟ طيب الأخ ماجي، إن بقي لنا وقت فسوف نطرح السؤال. زين، جميل إن شاء الله. نعم. السؤال الثاني. نعم تفضل. امرأة تمت خطبتها وتسليمها المهر في شهر محرم. الأخ ماجد، لعلك تعفينا من هذا السؤال لحلقة أخرى، لأن موضوع اليوم عن زكاة الفطر. زكاة الفطر إن شاء الله. نعم. شكرا. طيب شكرا جزيلا. محمد الشعيب، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمع، عندي سؤال واحد. تفضل. بس أحيانا بعض الجمعيات تجمع يعني تسوي إعلان عشان الشخص ممكن يدفع زكاة الفطر عند هذه الجمعيات، بس الحين السؤال، هل يجب للشخص أن يتأكد أنه هذه الجمعيات أخرجت الزكاة أم فقط من يدفع؟ نعم. المبلغ يعتبر يعني انتهى حق دفع الزكاة. طيب بارك الله فيك. أحسن زكاة. الأخ حمود العامري، أهلا وسهلا. نعم الأخ حمود.
الأخ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخ محمود، تفضل. عندي بعض الأسئلة سمحت. تفضل. أسأل عن صلاة التراويح بالنسبة الأخ محمود مع الجماعة، فصليها مثلا سفر أو في مكان آخر، فهل له أن يصلي مع التراويح أو يصلي بهم التراويح؟ نعم الأخ محمود، موضوع الحلقة هذه الليلة عن زكاة الفطر، لديك أسئلة عن زكاة الفطر؟ عندي سؤال واحد فقط. تفضل. بالنسبة للأصناف التي تخرج، هل هي يعني دائما تكون من الحبوب؟ يعني بعض الدول أو دولة من الدول طعامهم مثلا يعني الأصلي البطاطس، ما احنا معنا الأرز هم معنا البطاطس، فهل يمكن أن يخرج مثل البطاطس زكاة الفطر؟ نعم. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طيب الشيخ ناتي، قبل الانتقال عن للحديث عن من تخرج الزكاة، سؤال أخ حمود يقول بعض الدول يقتاتون على مثلا طعام البطاطس، هذا النبات، كما قلت أن العبرة بالطعام الذي يستعمل في تلك الدولة، فحتى بعض البلدان استخدم معهم اللحم، والعلماء صرحوا بجواز، صرح غير واحد من أهل العلم بجواز إخراج اللحم، لكن بعد فصله عن العظام. فكذلك إذا كانت الدولة الفلانية يستخدم فيها النوع الفلاني من الطعام ولا تستخدم فيها تلك التي جاءت في الحديث، فنعم يخرج ذلك الطعام، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. طيب شيخ ناتي، الحديث عن من تخرج زكاة الفطر، أو من الذي يجب عليه إخراج زكاة الفطر؟ للعلماء خلاف في زكاة الفطر، هل هي على الغني أو على الغني وغير الغني؟ والمراد بغير الغني من يملك مالا أو يملك طعاما يزيد على حاجته في ذلك اليوم وتلك الليلة، أما من كان لا يملك طعاما لذلك اليوم فهذا فقير، أو كان يمكن لا يدفع الزكاة، وكذلك إذا كان لا يمكن أن يملك إلا لذلك اليوم ولا يملك لليلة فهذا أيضا لا يمكن أن يخرج الزكاة. ف إذا كان يزيد ما عنده على ذلك الذي ذكرته فإنه يخرج الزكاة، يخرجها عن نفسه، واختلفوا هل يخرجها عن زوجته، وبعبارة أخرى هل يخرجها عن كل من يمون أو لا. فالصحيح عندي بأن المرأة تخرج عن نفسها ولا يخرجها زوجها عنها، إلا إذا قال لها الزوج بأنني سأخرج عنك الزكاة ووافقت هي على ذلك ونوت ذلك، فذلك مما لا مانع منه. وكذلك بالنسبة للأولاد الكبار البالغين فإنهم يخرجون الزكاة عن أنفسهم، أما بالنسبة إلى الأولاد الصغار فإن كانوا يملكون شيئا فتخرج عنهم من أموالهم، وأما إن كانوا لا يملكون شيئا فيخرجها الأب عنهم، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب شيخ، العاملات في المنازل، إذا كان شخص لديه عاملة في المنزل هل يخرج عنها؟ إذا كان تكفل بطعامها وتكفل بكل شيء تحتاج إليه طوال السنة فكذا فيخرج عنها الزكاة، أما إذا كانت هي، أما إذا كان لم يتكفل عنها بذلك بما فيه زكاة الفطر فلا يخرج عنها الزكاة إلا إن تبرع. بقي إذا كان تكفل بطعامها ولم يتذكر في ذلك الوقت أنه تكفل بزكاة الفطر، هذه كالشاذة والتي لم تستحضر في البال، فإن أخرج عنها فذلك أحوط وأسلم، أما الوجوب فيحتاج أن ينظر فيه. نعم. طيب شيخ، إذا كان الشخص يعني يملك صاعا ولديه أكثر من ولد، فعن من يخرج؟ أما إذا كانوا كبارا فكما قلت لا يخرج عنهم. نعم. وكذلك إذا كانوا صغارا وكانوا يملكون المال، أما إذا كانوا لا يملكون شيئا فالصاع لا يكفي عن الكل بل يكفي عن واحد منهم فقط، وفي هذه الحالة فيقرع بينهم، يستخدم قرعة فمن سقطت عليه أخرجها عنه ولا شيء عليه عن البقية الباقية لأنه لا يملك إلا ذلك الصاع. نعم. لكن هذا بشرط أن يكون لديه صاع آخر يخرجه عن نفسه. نعم. وإلا فليقدم نفسه على غيره. طيب شيخ، والحمل هل يخرج عنه؟ الحمل ذكر بعض العلماء
أما الوجوب فلا وجوب، لأنه لم يخرج من بطن أمه بعد. لكن العلماء اختلفوا في الاستحباب، وقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى الاستحباب، ولم تفصل بينما إذا كان هذا الحمل قد بلغ 4 أشهر ونفخت فيه الروح، أو أنه لازال أصغر من ذلك. وإخراجها عن من لم يبلغ 4 أشهر فيه ما لا يخفى من النظر، ذلك بأنه لا يعطى حكم الإنسان، بحيث إنه لو خرج من بطن أمه مثلا على ذلك الحال لا يعطى أحكام الإنسان المعروفة، وإنما يوارى يدفن، لكن لا يعطى بقية الأحكام. وعليه فنقول إذا كان هذا الحمل أصغر من 4 أشهر فلا يستحب عنه أن تخرج عنه زكاة الفطر، وأما إذا كان قد بلغ 4 فصاعدا فالاستحباب مختلف فيه، فإذا أخرجت عنه فلا بأس بذلك، وقد أخذوا برأي بعض أهل العلم، وإن لم يخرجوا ذلك فليس هنالك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينص على ذلك، والاستحباب حكم من الأحكام الشرعية يحتاج إثباته إلى دليل شرعي، وليس هنالك دليل شرعي. نعم. طيب شيخ، بالنسبة للفقير، هل يمكن يعني الفقير أن يأخذ الزكاة زكاة الفطر من غيره ويدفعها لغيره؟ نعم، يمكن للفقير أن يأخذ، الفقير إذا كان يملك مال شيئا كما قلت، حتى لو كان يملك أقل من صاع فإنه يخرج ويزيد على حاجته، فإنه يخرج الزكاة، ويمكن له أن يأخذ من غيره زكاة الفطر ويدفعه هو أيضا زكاة الفطر، بل يمكن له أن يأخذ من زكاة غيره ثم يدفع ذلك الذي أخذه إلى غيره من الفقراء، لأنه أصبح مالا مملوكا له. نعم. طيب شيخ، هذه الزكاة، زكاة الفطر، لمن تدفع؟ تدفع للفقراء والمساكين، ولا تدفع من أهل البلد، وبعض الناس قد يكون يعمل في عمان وهو من مصر فيتصل بأهله في مصر أدفعوا عني زكاة الفطر، هذا لا ينبغي، بل ينبغي أن تدفع في البلد الذي الذي يعيش فيه في وقت إخراج زكاة الفطر، هذا الأفضل والأسلم والأولى والأحوط، بخلاف زكاة الأموال، فإن الأسلم أن تخرج في المكان الذي فيه تلك الأموال. وزكاة الأموال تعطى 8 أصناف بنص القرآن الكريم، أما زكاة الفطر فإنها تعطى لصنفين، للفقراء والمساكين. نعم، يعني شيخ العاملين عليها مثلا في الجمعيات لا تعطى للفقراء والمساكين، لا يعطى من زكاة الفطر، لا. نعم. طيب الشيخ، إلا إذا كانوا فقراء فإنهم يعطون لفقرهم. نعم. متى، ما موعد زكاة إخراج زكاة الفطر؟ هي بعد، أما الوجوب فبعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، الوجوب من هذا الوقت، وأما الإخراج فبعد طلوع الفجر إلى صلاة العيد، هذا هو المتفق عليه والذي نصت عليه والذي دلت عليه الأدلة، لكن نجد بعض الناس يجدون مشقة في ذلك لأن الوقت قصير، فبإمكانهم على رأي بعض أهل العلم أن يقدموا يوما أو يومين، أما أن يقدموا أكثر من ذلك فلا، بل التقديم، فالتقديم روي عن بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإن أخذوا بذلك مع الحاجة فذلك، ومن أمكنه أن يخرجها في الوقت الذي ذكرته وهو ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة العيد، فإن ذلك هو الأفضل والأسلم والمتفق على أنه مجزي. نعم. طيب الشيخ، بالنسبة إلى الشخص وكل جمعية، سؤال أخ محمد الشعيبي يقول: جمعية تجمع النقود وتشتري الأرز لتوزعها على الفقراء، فهل تبرأ ذمته بمجرد إعطاء هذه الجمعية المبالغ بزكاة الفطر؟ إذا كان يثق بهذه الجمعية تمام الثقة فتبرأ ذمته بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. طيب شيخ، إذا الشخص لم يخرج الزكاة قبل صلاة العيد فهل يمكنه قضاء هذا؟ الأصل أن زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد،
بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله ولكن وسلم. إذا كان الشخص لم يخرجها مثلا وكل غيره نسي مثلا أو أنه وكل غيره وذلك الغير نسي أو تكاسل أو ما شابه ذلك فإنه يخرجها بعد ذلك. أما نعم. إذا كان متذكرا ولم يمنعه مانع من إخراجها في الوقت المعين لها شرعا فإنه يتوب إلى الله وإذا خرجها فإنها تكون صدقة من الصدقات. نعم الشيخ هناك بعض الناس يعني يعزل بعض الكميات من الأرز لأصناف من الفقراء عينهم يجعلها في مكان معين مثلا في المخزن أو في بيته على أن يسلمهم إياها بعد الوقت المحدد. نعم بعد الوقت المحدد هذا لا يجزي إلا إذا اتصل بهم مثلا وقالوا له تكون بمثابة الأمين ما يقتضي هذا الكلام قالوا نعم. له ضعها عندك مثلا اتصل بهم وقالوا له نحن لا نوجد في البيت أو ما شابه ذلك وضع أنت ذلك عندك ويكون بمثابة الأمين. نعم طيب أحسنتم فضل الشيخ نبقى مع بعض الاتصالات الأخت سعد المحرمية الأخت سعد أهلا وسهلا نعم هناك بعض الاتصالات طيب شيخي الآن تحل هذه المشكلة هنا سؤال من الأخ ماجد الجهضمي لكن في موضوع الزكاة زكاة نعم. الأموال نعم. يقول امرأة وجبت زكاتها في صفر نعم. ولكنها قامت بإخراج الزكاة في شهر رمضان أخرتها إلى شهر رمضان مدة 5 سنوات سبحان الله فما الذي عليها الآن عليها أن تتوب إلى ربها ذلك أن الزكاة تجب على الفور وليست على التراخي أو بعبارة أخرى ولا يجوز فيها التراخي فالغني يمسك كيف يمكن للغني أن يمسك ماله وذلك الفقير يتضور جوعا في أشد الحاجة إلى ما يسد به رمقه هذا لا مما لا يمكن فعليها أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى ولا شيء عليها بشرط أن تكون قد أخرجت عن تلك الأموال التي كانت تملكها في صفر مثلا لو كانت تملك 1000 ذلك عن 1000 ريال أما لو قدرنا بأنها كانت تملك 1000 ريال واستخدمت 200 من هذا 1000 فبقي معها في رمضان 800 ريال وأخرجت عن هذه 800 فهذا لا يصح عليها أن تخرج عن تلك البقية الباقية التي استخدمتها فإن كانت أخرجت عن كل ما تملكه في شهر صفر فلا شيء عليها إلا التوبة وتخرج في السنوات القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى في صفر أما إن كانت نقصت هذه الأموال ولم تخرج عن الناقص فلا بد من أن تخرج عن الناقص والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم طيب أحسنتم فضل الشيخ نبقى مع هذه المكالمات الأخت سعد المحرمية أهلا وسهلا سمحت أسألك تفضلي أسأل سؤال نعم تفضلي إذا شخص يملك 1000 ريال عماني نعم وأدخله في مشروع من 2 سنين وما حصل من هذا المشروع حتى 100 ديسة نعم يعني هل يجب أنا عن هذا يعني المبلغ نعم الذي أدخله في هذا المشروع زكاة طيب واضح السؤال أيوة. الأخ عبد الله من الشفري أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا الشيخ مساك الله بالخير الله يمسيك بالخير والعافية تفضل أخ عبد الله شهر رمضان الكريم الله يبارك فيك بارك الله فيك تفضل أخ عبد الله فضيلة الشيخ خليل أسأله بس بخصوص إخراج الزكاة هل هي من الطعام الذي يأكله الصائم في شهر رمضان أو أن يجوز أن يذهب إلى السوق ويشتري مثلا جونية عيش أو طحين أو ما شابه ذلك ويخرج منها زكاة الفطر نعم على اعتبار أن الموجود في, 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 في البيت لا يكفي لإخراج منه زكاة الفطر نعم. هل يجوز أن يذهب ويشتري من السوق طيب يشتري يعني جونية عيش أو جونية طحين ثم يخرج منها زكاة الفطر نعم. الأمر واضح 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 هذا السؤال. شكرا جزيلا طيب. بارك الله فيك الأخ عبد الله الخاطري
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخ عبد الله، أهلا وسهلا. كيف الحال طيبين؟ حياك الله، تفضل أخ عبد الله. الله يخليك، بس بغيت مستفسر فضيلة الشيخ عن الطعام المطبوخ، هل يصح إخراج؟ نعم. الطعام المطبوخ. طيب بارك، عندك سؤال آخر؟ شكرا الله يخليك. طيب بارك الله. الأخ عبد الله الجابري. أهلا وسهلا أخ عبد الله. الأخ عبد الله الجابري. مبارك الجابري. الأخ مبارك الجابري، أهلا وسهلا. عذرا، تفضل الأخ مبارك. حياك الله. حياك الله. الحقيقة أنا أسأل عن زكاة الفطر. نعم. لمن تؤدى؟ طيب. يعني الفقر فيه يعني كم تقول كلها الناس أنت عايش وعندك مستطيع، لمن تعطى الزكاة؟ نعم، طيب. يعني هل نعطيها مثلا العمال في مزارع أو كذا؟ فقراء. طيب بارك الله فيك. و يعني هل تشترى من السوق بنفسه او من البيت تاخذ من نفس طيب واضح السؤال. طيب نعم، عندك سؤال اخر؟ شكرا. طيب بارك الله فيك. طيب شيخ، قبل طرح اسئله متصلين، بالنسبه لهذه المراه التي وجبت زكاتها في صفر، في السنوات القادمه في اي شهر تخرج؟ في شهر صفر. في شهر صفر. نعم. نعم. طيب سؤال الأخ عبد الله من شيفري يقول زكاة الفطر هل لابد من إخراجها من الطعام موجود في البيت؟ لا، ممكن أن يخرج من الطعام الذي في البيت ويمكن أن يشتري أرزا ويوزع ذلك. نعم. طيب السؤال كذلك سؤال الأخ عبد الله الخاطر يقول هل يصح إخراج الطعام المطبوخ؟ لا، لا يخرج الطعام المطبوخ، لأن ذلك الفقير قد يطبخه في ذلك الوقت بكامله، وقد يطبخ بعضه، وقد لا يطبخ منه شيئا لأنه يريد أن يطبخ طعاما آخر. نعم. يخرج الطعام نيا غير مطبوخ. نعم. كذلك سؤال الأخ مبارك الجابري يقول الشخص إذا يعني بحث عن فقراء ولكنه لم يجد من يثق بأنهم فقراء، فهل يصح هم يوجدون بكثرة، الفقراء موجودون، فلكن الناس يظنون بأن من يملك شيئا فهو ليس بفقير، فالفقير الذي لا يملك ما يكفيه لسد حاجته وسد حاجة أهله الذين يقوم بشؤونهم، ليس معنى ذلك في ذلك اليوم، وإنما لمدة أطول بكثير من ذلك. فمن كان فقيرا فإن أو مسكينا فإنها تدفع إليه ولو كان يملك شيئا من المال، والله أعلم. نعم. طيب شيخ، سؤال الأخت سعادة المحرمية تقول تملك 1000 ريال وأدخلتها في مشروع قبل سنتين وإلى الآن لم تحصد شيئا من الفوائد، فهل عليها الزكاة؟ إذا كان المال موجودا نعم تخرج عن المال، لكن هي لم تفصل هل المال نقص عن أصله وهل هو كاسد الآن أو ما شابه ذلك، لم تفصل، فبإمكانها هي أن تتصل وأن تفصل مسألتها، وإلا فالأصل فيه الزكاة، لكن أفضل أن تتصل وأن توضح لنا المسألة تماما. نعم. طيب شيخ، بالنسبة للمعتكف هل يمكن يعني أن يخرج من المعتكف ليباشر أمر توزيع الزكاة عن نفسه وعن من يعول؟ هو يخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم، بعض العلماء يستحب له أن يخرج إلى صلاة العيد من المسجد إلى صلاة العيد، ولكن هذا الاستحباب لم أجده دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاعتكاف هو للعشر الأواخر، في العشر الأواخر من شهر رمضان، وليلة العيد ليلة العيد ليست من العشر الأواخر من رمضان بل هي من شوال، فبمجرد علمه بأنه قد ثبتت الرؤية فإن كان الشهر 29 أو بمجرد تمام الشهر 30 يوما فإنه يخرج ولا يحتاج أن يبيت في المسجد في تلك الليلة. نعم. هنا سؤال شيخ من الموقع من الأخ محمد من مصر يسأل خارج موضوع زكاة الفطر، يقول رجل أدرك أن النجاة لا تكون إلا بالتوبة من جميع المعاصي، فسأل عما يلزمه فيما مضى من حياته، فوجد أن عليه قضاء عدد هائل من الصلوات وقضاء عدد كبير من الزكوات، لكن لأشغاله والسعي على متطلبات الحياة يقضي منها النزر اليسير ويوزع كذلك النزر اليسير من الزكاة مع تسارع الأيام، مما يؤدي به إلى اليأس أحيانا، فما نصيحتكم له؟ نصيحتنا ألا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فليؤدي على حسب قدرته، والله تبارك وتعالى نسأله أن يوفقه لقضاء ما عليه،
فيؤدي بحسب طاقته ولا شيء عليه فوق ذلك. نعم. هنا كذلك سؤال لكن أخر. تجد كثيرا من الناس عليهم تجد لا عليهم الكثير الكثير من المال وهم يتلذذون ويتنعمون بأصناف الطعام وقد يقومون بعزيمة بعض الناس وقد يوزعون بعض المبالغ على بعض الناس ولا يفون بما عليهم. الأصل من كانت عليه ديون للناس عليه أن يأخذ ما يسد حاجته ويدفع البقية الباقية للفقراء ويدفع البقية الباقية لأصحابها. طيب شيخ سؤال الأخ جهاد وسعيد يسأل يقول حين يطلب شخص من شخص آخر أن يوزع له زكاة ويعطيه مبلغ من الزكاة فهل له أن يأخذ المبلغ باعتبار أنه من العاملين عليها؟ ربما يعني الشخص الآخر مشتغل بتوزيع الزكوات أو عرف عنه الناس يوزع الزكوات فهل له أن يأخذ من الزكاة بنفسه؟ الأفضل أن يخبر ذلك بطريقة أو بأخرى بأنه مستحق للزكاة أو ما شابه ذلك. نعم. لأن الأصل أنه أعطاه على أن يوزعها لغيره فالمسألة لا تخلو من بعض الحرج. نعم. لكن بإمكانه أن يخبره بأنه هو أيضا مستحق للزكاة أو بالإمكان أن يخبر غيره وإن كان الإنسان الأصل ينبغي له ألا يخبر غيره لكن عند الحاجة فلكل حادثة حديث. نعم. سؤاله الآخر يقول هل عليه من شيء حين يوزع على حسب ما طلب منه أي إن كان لا يعلم هل الأشخاص هؤلاء مستحقين للزكاة؟ نعم عليه أن يبحث ويعرف هل هؤلاء الأشخاص مستحقون للزكاة أو هم ليسوا من المستحقين للزكاة وأن لا يوزع الزكاة جزافا هكذا للمستحق وغيره فإنها عن الزكاة تجب لأشخاص معروفين أو لأصناف معروفة وليست لكل أحد من الناس. نعم. شيخنا سؤال آخر من الموقع يقول الأخ عمر من العراق كذلك في قريب موضوع الزكاة يقول ما حكم تغليف الرجل أسنانه تغليف الرجل أسنانه بالذهب وهل تجب الزكاة في ذلك الذهب؟ أولا وقبل كل شيء ما الحاجة إلى مثل هذا الذهب الذي يغلف به أسنانه؟ فالآن اختلف الزمان في السابق قد يكون يخشى عن ذلك نحن نقول له لا تستخدم هذا الذهب لأسنانك ولا لغير أسنانك من أعضاء جسدك والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. سؤال أخ أبو الحواري يقول عند زوجتي مبلغ من المال مع مقدار من الذهب قد بلغ النصاب وموعد زكاتها في شهر رمضان من كل عام اتفقت أنا وزوجتي على أن نجعل أموالنا مشتركة فالسؤال بعد أن جعلنا أموالنا مشتركة كيف ندفع الزكاة؟ هل كل واحد يدفع زكاته؟ كل واحد يدفع عن نفسه. نعم كل واحد يدفع. نعم. عن نفسه إلا إذا تبرع هو عنها وقال لها بأنه سيخرج عنها الزكاة ورضيت هي بذلك أذنت بذلك ونوت ذلك فلا بأس بذلك. طيب شيخ إذا كانت يعني أموالهما مختلطة بحيث يعني لا يعلم كل واحد كم مقداره كم له من هذا المال إذا كانت مختلطة يخرجان ما تجب فيه الزكاة المقدار الذي يستحقه أهل الزكاة. نعم. متى يخرجانها في موعد نصاب أي منهما أو أن له نصاب جديد يكون إذا كانت مختلطة لا أدري مقدار هذا الاختلاط هل يذكر هذا الشخص ما له أو ذلك الشخص ما الذي يجب له أو المال الذي له أو كيف الشيخ إذا كان لا يعرفان يعني طيب إذا كل ما حصل على مال أودعه في هذا الحساب أو في ذلك الصندوق ولا يعرف كم له خاصة الشيخ أحيانا كثيرا الآن ما انتشر بين الناس نظام هذه الحصالة فيودعان فيها المال ولا يعرفان كم هذا المبلغ طيب إذا أخذ برأي من يقول بالاختلاط وبأنه حتى لو بلغ هذا المال بمثابة مال شخص واحد أما إذا كان يعرف كل شخص بأنه يملك النصاب لكن لا يدري بعد ذلك ما مقدار هذه الزيادة من النصاب فالأمر أيسر كل شخص يتفقان على ذلك على المقدار وكل واحد منهما يسامح الآخر. نعم. إن كانت قد أخرج أكثر أو أقل. نعم.
وهنالك قول كما أشرت إليه بأن الذهب والفضة طبعا بأنهما إذا اشترك فيهما شخصان أو أكثر فإن ذلك المال يعد بمثابة مال شخص واحد، حتى لو بلغ مال أكثر من شخص مقدار 20 مثقالا من الذهب أو 85 جراما من الذهب فإنه تجب فيه الزكاة ولو كان لأكثر من شخص، فإن أخذ بهذا الرأي فذاك. نعم. طيب شيخ سؤال، لكن إن كانا نعم. يعلمان بأنها لا تبلغ كل نصيب كل شخص لا يبلغ الزكاة، ففي ما أرى أنه لا تجب الزكاة، لكن إن كانا يعلمان بأن الزكاة واجبة على الكل فلينظرا كيف يخرجان الزكاة باتفاقهما. نعم. سؤال الأخت خالدية كذلك من موقع من الجزائر تقول: السلام عليكم، ما حكم الشرع وعليكم السلام في تناول حبوب منع الحمل لتأخير العادة الشهرية وهذا لأجل إتمام الصيام؟ لا، نقول بأن ذلك لا ينبغي، لأن في ذلك من المفاسد والمضار ما لا يخفى، فإنها قد تستخدم هذه الحبوب ثم إنه بعد ذلك تؤثر عليها في عادتها في المرات القادمة بحيث لا تنضبط هذه العادة، فلا تعرف أن تفرق هل هذا الدم دم حيض أو أنه دم مرض أو استحاضة، فتترك هذه الحبوب ولتصم الأيام التي لم يأتها الحيض ولتفطر، وهذه رخصة شرعية ولا شيء عليها، وبإمكانها هي أن تدعو الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم حتى لو كانت على حيض، تستخدم الأذكار الواردة في السنة أو الأذكار التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لكن لا تأتي بالأذكار الواردة في القرآن. إذن شيخ يعني إذا استعملتها ففي شهر رمضان تترك الصيام في الأيام التي اعتادت أن يأتيها، أما إذا استخدمتها وتوقف الدم نعم فلتصم. تصم، لكن نصيحتنا لها في المستقبل نعم هي ما ذكرت. طيب أحسنتم الشيخ، جزاكم الله خيرا على هذا العطاء الطيب، وشكرا جزيلا لكم أيها الإخوة والأخوات على هذه المتابعة وهذه المشاركة، وإلى أن نلقاكم في وقت آخر نترككم في حفظ الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.